معانا يعني لاعب من اللاعبين المهمين في الفرقه واللي كان ليه دور كبير في كاس مصر، والحقيقه برضو يعني زي ما بيقولوا لعيب سم. ازيك يا مودي؟ ازيك حضرتك؟ مودي الجرحي صانع العاب الفريق، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول لك الف مليون لسه كنت مبروك. هديله دلوقتي واحده. مبروك لك يا استاذ، ربنا يخليك، مبروك على جمهور النادي الاهلي. الحمد لله. مودي يمكن البطوله دي كان ليها يعني وضع خاص، انت شفناك حماسي جدا في الملعب حتى بعد الماتش، الصور كان عندك يعني غل وطاقه يعني زي ما بيقولوا خرجت، كان ضغط رهيب، ليه كنت مضغوط كده يا مودي؟ والله يا كابتن هيثم، يعني بصراحه انا بحس ان احنا فريقنا على طول محطوط تحت ضغط، يعني نكسب، لعبنا فريق كوره في الدوري المسابق الحمد لله ربنا وفقنا وكسبناها، احنا لعبنا فاينل كاس مصر، الناس برضه في ناس كتير بتقعد تنتقدنا ما اعرفش السبب ايه، مع ان يعني لعبة كره السله مفيش فرقه بتتساعد كل البطولات، يعني كل يعني على طول في كل السنين هي بتيجي سنه كل كام سنه مثلا فرقه تاخد 3 بطولات، فانا كنت لازم الماتش ده بصراحه والفرقه بتاعتنا كلها احنا كنا عايزين كنا هنموت عشان نكسب، عشان برضه الناس تبقى فاهمه ان احنا الحمد لله بنعمل اللي علينا، وكل اللي بنعمله ده عشان خاطر الجمهور، حاجه ثانيه خالص، ولا حاجه دينا ولا حتى جهاز كده. صحيح. ثاني برضه عشان الجمهور، مش حاجه غير كده. فكان عندنا صحه وطاقه كلنا جوانا ان احنا الجهاز ده مش نادي بتاعنا. ولعلمك يا مودي هو ده اللي عمل الفرق. الاصرار ده او يمكن ما هي دي الضريبه، انت بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في نادي صغير. دي الضريبه، فلازم يعني انا فاهم حضرتك كلام حضرتك، بس حتى كنت لعيب باسكت كتير طبعا الكلام ده الجمهور لازم يبقى فاهمه كفايه. صحيح. موضوع النادي بيكسب البطولات كلها في الباسكت بالذات، بقى يعني لو جينا كل السنين انت دلوقتي لغايه دلوقتي بتلعب لاعب بطولتين كسبان البطولتين، والثالثه احنا على قد ما نقدر هنحاول فيها، بس طبعا انت كسبان 2 من 2. الناس بتفهم ان لعيبه الاهلي والله العظيم بتموت نفسها ورجاله جدا جدا جدا، وبتحاول تعمل كل ده عشان خاطر الجماهير، مفيش حاجه يعني حد فينا بيعمل حاجه عشان خاطر نفسه وعشان خاطر حاجه في دماغه خالص. اكيد يا مودي، واحنا عارفين ده ومتاكدين من ده، وعارفين المنافسه في الدوري مش زي دوري الباسكت، مش زي اي لعبه تانية، لان المنافسه بتبقى شديده، وده دورنا احنا هنا حتى كملوك الصالات ان احنا نوصل الصوره للجمهور صح، واكيد الموضوع ده هيتفاهم. بس خليني اقول يا مودي ان في اخر سنتين ثلاثه الحقيقه في طفره في بطولات، ما فيش سنه بتطلع ما فيهاش بطوله على الاقل، انا بقول بطوله واحده على الاقل، لا ده احنا ممكن بطوله واكتر زي السنه دي، النهارده بنحتفل بالكاس وبنحتفل ايضا ببطوله المرتبط. خلينا اقول ان لسه في بطولات محتاجينها، عايزين افريقيا تاني يا مودي، عايزين بطوله طبعاً عربيه طبعا، يعني احنا داخلين اي بطوله في اي بطوله بنخشها سواء صغيره او كبيره طبعا بنبقى نفسنا ناخدها طبعا، احنا اكيد ولسه ان شاء الله، يعني حتى بطوله الدوري اللي جايه انا عارف ان احنا ممكن يكون حظوظنا فيها بعيد السنة، بس احنا هنعمل اللي علينا، ممكن يكون ربنا كاتب لنا في الاخر اكيد هنعمل اللي علينا في كل اللي جاي ده، احنا في بطوله هنخش يعني هنخشها هنكون دماغنا، لا كل البطولات داخلين دماغنا نحاول. طب مودي قول لي ايه البطوله اللي نفسك تاخدها؟ يعني انت كلاعب في كل لاعب، يعني مثلا كابتن طارق خيري وهو لعيب حتى كان نفسه ياخد بطوله افريقيا الابطال مع النادي الاهلي، وهو لعيب كان حلمه وسبحان الله ربنا كتبها له وهو مدرب مدير فني. انت نفسك في بطوله ايه؟ البطوله اللي نفسك يعني تيجي النادي الاهلي؟ بصراحه انا نفسي بطوله عربيه طبعا، بطوله عربيه دي الوحيده اللي عمرها كلنا نفسنا، بس صعبه يا مودي، صعبه لان بيجيبوا 3 امريكان يا مودي الفرقه الثانيه. بس والله يا كابتن هيثم لما تنظمت جوه النادي الاهلي مش هتبقى صعبه، يعني انا متاكد 1000000% لو اتنظمت، بس خد بالك انت عندك فرق لبنان بتبقى اوريدي مجنسه لعيبه، عندك الهومات من مجنس والله كابتن هيثم رحناها لعبناها 3 سنين لعبناها في المغرب وصلنا سيمي فاينل، يعني وصلنا سيمي فاينل هي صعبه طبعا، بس يعني صعبه اه، بس احنا يعني هنحاول كده، الكره الوحيده اللي عمرها ما دخلت النادي الاهلي. بس انا شايف كده الجو العام في عينيكم وعينين الجهاز والمدربين واللعيبه، انتوا عايزين البطوله دي، وان شاء الله النادي الاهلي اكيد مش هيتاخر هيقف وراكم لغايه ما البطوله دي تيجي. يعني نفسنا والله كابتن هيثم يا ريت، يعني دي البطوله الوحيده فعلا اللي نطلع فيها بالنادي الاهلي، نبقى كده خدنا كل البطولات يعني. اكيد ان شاء الله، اكيد باذن الله، واحنا يعني قلبا وقالبا وراك يا مودي، وعارفين قد ايه انت بتحب النادي الاهلي ومخلص للنادي الاهلي، يعني سواء انت او كابتن احمد الجرحي طبعا مدير فني فريق المرتبط، قد ايه انتوا مرتبطين بالنادي الاهلي، وقد ايه انتوا حتى يعني بتفكروا في كل ما هو جديد للنادي الاهلي. بشكرك كتير، شكر كتير جدا. حلو يا كابتن هيثم، حبيبي شكرا جزيلا مودي الجرحي، حشني جدا يا مودي والله، صانع العاب النادي الاهلي طبعا.